عودة من جديد مشاهدينا في هذه الفقرة، هنتحدث عن المكياج السينمائي مع ضيفة كريمة داخل الاستوديو الأستاذة مروة بابكر، لكن هتحلك المقدمة بتاعت المكياج دي لأنه حاجة نسائية عشان تقدمي بها الضيفة ميك اب ارتست والحاجات دي حاجات نسائية يعني. والله على فكرة مروة هي حتتطرق معانا في الحديث عن فن جديد، ولو أنت متابع عثمان الفيسبوك عموما في كمية من الشخصيات القادرة على الرسم بشكل خرافي جدا. اهلا وسهلا بك مروة، نورتينا. وخلينا طوالي نخش في موضوع الفن الجميل والجديد ده، يعني انت شخصيه بتقدري انك انت ترسمي الشخصيات الفانتازيا. أيوة. صحيح والسينمائيه. كيف بديتي؟ الفكره كيف جات؟ الفكره بدت معي يعني كان في مسابقه انه يعملوا ارتست روج، ففتحت حساب في انستغرام واخترت لون بتاع روج كان لونه ازرق. وبدأت ألصق فيه فصول وأعمله بطريقة شوية يعني كرياتيف. فلقيت الموضوع ماشي معي، بقيت أرسم أشكال وأجي أطبقها في نفسي ولقيت إنه ماشي فطورتها، وبقيت أعرف المواد اللي بيستخدموها والحاجات والمؤثرات والفرش والتولز وكده. لو جينا مرة ونتكلم عن الأدوات المستخدمة في الفن بتاع المكياج السينمائي، يعني ما هي الأدوات اللي ممكن تكون مستخدمة فيه؟ أنا بستخدم معاجين بالألوان بتاعت الرسم. في تاني المكياج بتاع المؤثرات ده الـ SFX ده بيكون فيه القطرات تحت الدم، بيكون فيه الشمع اللي بتشكل زي الصلصال، انك ممكن تعمل حبه، تعمل خد، تعمل جرحه، تفتح كده. فده انا لسه نيكست ستيب يعني لما شوي اتعمق فيه، فانا حاسه مركز على الرسم لانه بشوفه انه هو حرفي اكثر. نعم، مروه استاذنك ونستاذ كل الساده المشاهدين، نطلع محطه ونرجع نتواصل معكم من جديد في هذا المشوار المسائي. أنا وتقديرنا لأهلنا ببورسودان، لأننا عرفت إنه مروة من بورسودان. دي المحطة السابقة دي مليانة بحاجات كثيرة حنفتفتها إحنا. طيب. ده شغل مرهق جدا ومتعب. بعدين أنت مكياج على نفسك عادي، شخصيات سودانية، في برضو ديزني، فنتكلم في الحاجات دي أكثر. تمام. أنا ببدأ أول حاجة بدرس الشخصية، إذا عايزة أعمل شخصية يعني عايزة دراسة. فبعرف انه مثلا بتحتاج شنو، اللبس، الاكسسوار، الخلفيه، الاضاءه، التولز، يعني مثلا اذا في عندها فستان، اذا عندها حاجه بتميزها مثلا ريشه، طاقيه، حاجه. فما بلقى بصراحه يعني بتعب خالص عشان انه انا القى مواد يعني، فبقوم بعمل المواد براي.
اذا عايزه بعمل تاج براي، بعمل طاقيه براي، اجيب الكرتون اقصه اخيط، مصممه برضه ورسامه برضه يعني بحب اصمم اصلا، عندي مزاج اني اخيط اركب اعمل. اوكي، فكله كمل بعض، كله ساعد يعني. جميل. مروه دايما يعني الزول اللي بيكون عنده موهبه وعنده حاجه بقت السوشيال ميديا هي اقرب وسيله، يعني دايما الناس بتنشر حاجاته في السوشيال ميديا، فداير اعرف انطباع المتابعين عندك في السوشيال ميديا في صفحتك الشخصيه، ردودهم على الحاجه اللي انت بتعمليها. بصراحه انا يعني في الاول يعني اول ما بديت شويه بدري، بدأت بالفانتازيا ده، ما بحس انه الناس كانت فاهماني يعني، لكن مؤخرا انا لقيت دعم كبير جدا 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 يعني، وانه الناس مبهوره وانه بيستنوا يعني انه انا انزل لوك، حتى لما اغيب فتره او انشغل لظروف انا بلقى تاجات كثيره، بلقى بوستات تاعت شير، يلا اعملي ده، يلا شاركي، يلا في مسابقه، يلا في تشالنج، يلا انت قادره. فبصراحه بنات بور سودان يعني بطلات. لهم التحيه. في اكيد رساله يعني، ما في زول بيخش المجال ده من الفن الا يكون عنده فكره معينه عايز يوصلها، خصوصا انه الفن ده على اصعده عربيه، شعوب عربيه، منتشر كثير سواء في مصر او حتى في العراق يعني. فرسالتك شنو انت حابه توصليها من خلال رسمك؟ هو كله شخصيه انا بعملها او كله لوك مثلا بيكون فيه مسج او بيكون هو ريليتد يعني لحاجه انا عاملاها او عايز اعملها، مثلا امسك سلسله بتاعت فيلم، امسك اي حاجه. لكن الحاجه اللي انا عايزه اثبت لنفسي انه انا ممكن اقدر اعمل اي حاجه حتى لو مستحيله، حتى لو انا ما لاقيه مواد، لو ما لاقيه تولز، انا ممكن ابتكر يعني من اي حاجه الزول لو عايز يعمل حيعمل يعني. فانت تتحدي نفسك. مروه هي قاعده بينه وبين نفسها، الرسم والمستقبل بتاع مروه بابكر كيف؟ عالمية اليوم. ان شاء الله باذن الله. خليها تجاوب برامج شفافيه. ان شاء الله باذن الله. يعني هي انا الحاجه دي انا بكون خدتها، فلكن بكون عايزه اشوف الناس هم شايفين انه انا ماشيه صح ولا يعني زايده شويه الموضوع. ف يعني صراحه في قبول وفي تشجيع وفي دعم كبير شديد والحمد لله رب العالمين. فيها مروه شايفه برضه في تمثال تقريبا. ايوه انا بحبه شديد. طيب اسمه شنو يعني؟ هو ذاته عنده مسمى صح؟ ايوه هو ده التمثال تاع يوليوس قيصر. سيزر. اسمعنا. صراحه انا شفته كان في ارتست روسيه عاملاه، فانا قلت انا عايزه اعمل ده، وهو صعب طبعا شديد. واللون الرمادي انه هو يكون بتاع تمثال كانه جبس، فكان صعب شديد يعني، لكن حاولت انه انا اجيب الدرجه وقعدت عليه يعني 11 ساعة أنا بعمل في الوش وفي الجسم عشان إنه أنا أكون مرهق سيزر يعني. أيوة مرهق شديد، لكن كنت راضي عن النتيجة صراحة. أخذتي هنا 11 ساعة في كل شخصية؟ الزمن بيختلف. الزمن بيختلف. أي في شخصيات صعبة تقيف عليها بتكون فيها تفاصيل دقيقة، هو لأنه أنت حتنحت وشك حتكون يعني واحد تاني. فما زي يعني باقي الحاجات كلها بتكون يعني شويه خفيفه. فده كان صعب انه انت تكون جماد. صحيح. بنتمنى لك كل التوفيق، اطلالتك كانت لطيفه. شكرا جدا حبيبتي، شكرا. وان شاء الله المره الجايه كمان يكون في معرض ونجي نحضره ان شاء الله. وهنا برضه من جديد اهلنا في بورسودان كل التقدير، إن شاء الله. اظهروا برضه شعبه لطيفه وجميله من خلال شاشه قناه النيل. انت الاجمل. شكرا لك. الله يخليك. الله يسلمك. كونوا معنا مشاهدينا. We'll be right back.